نظمت مديرية التجارة معرضا في إطار الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها تحت شعار التمور الجزائرية جودة فخر وأفاق واعدة. اليوم راني هنايا في البويرة يعني بتكليف من السيد وزير التجارة لكي أشرف على افتتاح نقول أنه معرض بسيط ولكنه هادف وراه يعطينا عينة جميلة جدا. يتكلم على مشكلة أنه تخزين هذه المواد وخاصة يعني في ظل ارتفاع الأسعار لكون المادة هذه ما تكونش دايما متواجدة وكاين عنها فصل ولا وقت الجني تاعها خاص بالخريف ومن بعد يعني يكون هناك تخزين ولا فساد لهذه المادة عن طريق سوء التخزين إلى آخره. كاين طلب أنه يكون هناك إنتاج في هذه الولاية وكذلك باش يكون اكتفاء وكذلك احنا تحت إشراف سيد وزير التجارة وكذلك يعني برنامج سيد رئيس الجمهورية رانا نحاول أنه نرتقي ماشي برك 75 دولة للحقنا لها عن طريق التصدير ولكن رانا نستهدف 150 دولة باش نروحوا كامل الدول نوريو لهم باللي هما دارين مقتنعين من هذا الشيء لكون المنتوج الجزائري لهذه التمور ذو جودة عالية جدا وقيمة غذائية ممتازة جدا. دونك علاش ما نلحقش أنا إلى الهدف اللي راهو مسطر من طرف الدولة 150 دولة باش يكون عندها المنتوج. حبينا احنا نغتنموا هذه الفرصة في من خلال هذه الأبواب المفتوحة ولمسنا جدية في من خلال هذا المتعاملين الاقتصاديين اللي ينشطوا على مستوى ولاية بويرة وراهم يستثمروا في منتوج اللي راهم يجيبوه من ولاية صحراوية وفي ولاية البويرة وراه يروح للتصدير. احنا حبينا نكونوا همزة وصل بين السوق الوطنية والسوق الدولية باش نوصلوا المنتوج تاعنا منتوج التمور والمشتقات تاع التمور للسوق الدولية. رانا جينا عرضنا التمور تاعنا اللي عندنا اللي نخدموا فيها وانما احنا نطلبوا من الدولة ان شاء الله تاعنا تساعدنا وتعاوننا باه ننتجوا المنتوج هذا ونكونوا احنا واقفين عليه ونخدموا احنا بايدينا ونقفوا على السلعه باه ما تكونش فيها غشبه ما تكونش ديك ما من الاسواق تكون مليحه ونطلبوا ان شاء الله من الدولة تاعنا تعاوننا في كل دائرة ولا في كل ولاية دير لنا شامبر فروة. معكم ممثل عن تمور وازيس بن عيشوش المنفيستين تما في ولاية طولقة على أيادي بويرية كما نقولوا منا عندنا تمور أنواع أجود تمور كاين شملوخ كاين عرجون كاين الفازلين تاع التمر عسل التمر كاين كامل منتوجات البسكرية إن شاء الله راهي موجودة هنا. نشكر المدير على الالتفاتة الطيبة هذه اللي شغلنا بملتقى وطني بارك الله فيكم. الطموحات تاعنا إن شاء الله التصدير من أجل التصدير للدول اللي ذكرها وزير التجارة بارك الله فيك إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم إن شاء الله يسهلونا ويعطونا إجراءات باش نكملوا في الخطوات تاعنا في مجال التمور في مجال التصدير. كاين كل أنواع التمور كما راك تشوف كاين عرجون روينة تاع التمر كاين فازلين كاين قهوة نواة التمر نخرجوا من نواة نخرجوا منها فوائد كبيرة. عندنا فيما يخص التمر الرب ثاني العسل تاع اسمه الرب عسل تمر كاين العرجون كاين شملوه كل انواع التمر روينه تاع الخل حتى الخل كاين بارك الله فيك.